مو الفين احنا ديما بوكي ديما كندوزو ديما غنبقاو ندوزو راه الوداد راه ماشي اول مره ولا شي راه بزاف راه الحمد لله وكنشكر اللعابه كاملين كنقول لهم الشكر الخاص على هاد القيشاليه هادي وعلى هاد لاكرينط هادي وحنا راه ديما وراهم وديما غنبقاو نسيبورتيهم وديما واخا تشوف الحاله كنجيو عندهم وكنجيو بالليل وكم كانوا مطلقين تيرانات غتشوف حاجه اخرى عاوتاني وتشوف الهوليغاز ديال بصح وكنوجه لهم تحيه خاصه وكنقول لهم كونوا رجال ان شاء الله ديال الثالثه والبطوله 21 وكاس العرش كاس العرش اللي بغين ان شاء الله تمشوا المقابله اللعابه تقاتلوا وداروا اللي عليهم وفرحوا الجمهور الودادي والماتش بالنسبه للماتش كان ماتش مزيان اللعابه طبقوا الخطه ديال السيد بنزرشي وكيف ما العاده دا داروا اللي عليهم وكنتمنوا الفوز بالبطوله ان شاء الله وعلاش لا العصبه وديما ويدا كما كتشوفوا اليوم راه الدراري لعبوا داروا اللي عليهم وشرفوا داك التوني اللي لابسين وراه كما كتشوفوا راه التوني ديال الوداد توني كبير وماشي أي واحد غادي يجي وغادي يلبسوا وإن شاء الله راه الدراري داروا اللي عليهم وكيوعدوا الجماهير الوداديه باللي راه غيديروا يديروا داكشي اللي في جهدهم وإن شاء الله غادي يحقوا الألقاب بطولة والعصبة وكأس العرش إن شاء الله الماتش داز ماتش نقي وخا كان شوية صعيب عليهم ولكن شارع راه عارف الوداد فرقة كبيرة دوروا كرة وستيران سيرتو والبيوتا بيوتا احسن بيت هو ديال اناجم كوفره تبارك الله ضريبة زوينه عنده راه الماتش راه كيف ما قلتي راه ماتش ساهل بين ديال الوداد دور كورة مزيان وان شاء الله نديو البطوله والعصبه شاهي الفوز في هذه المقابله كان ايجابي بالنسبه لفريق الوداد الرياضي حاليا اقوى دفاع وبعد رجوع سيلفان و السبن شريفه لاحظنا تطور كبير في التشكيله البشريه ديال الوداد وان شاء الله غادي نديو كاع القابه السنوات